اللي هو انا ما جبتش 410 ليه؟ الدرجه راحت فين؟ انا الطالبه فاطمه بزيد محمد ابو زيد خليفه، حوصله على 409 من 410، انا من محافظه الشرقيه، مدرسه الصنافين الثانويه مشتركه، حوصله على نسبه مقاولين 99.8 من 10، اولى على الشرقيه. هي السنه عباره عن ضغط، توتر، تعب، طبعا كلنا تعبنا، مفيش حد في الثانويه العامه ما تعبش، كل كان حاطط هدف قدامه ان شاء الله يكون الكل وصل لهدفه. انا من اول السنه حاطه هدف قدامي ان اخش باذن الله طب بشري، كنت متوقعه ان ربنا فعلا هيديني الكليه اللي بتمناها، بس ما كنتش متوقعه ان اولى على الشرقيه واجيب المجموع ده، بس الحمد لله. انا ابتديت السنه اللي هو انا بذاكر درس بدرس، اللي باخده بذاكره، مش بادئه ليا سخنه قوي، يعني اللي هي اخر السنه كلنا شدنا حيلنا، وكل المدرسين كانوا بداوا معانا خلاص، بدينا مراجعه اللي من شهر 3، كل بقى بدا يشد، فالسنه في الاخر اصعب من الاول لاني المراجعه بتزيد والدروس طبعا، فالموضوع كان زاد اكتر في الاخر. هي سهله، ما حدش يقول على انها صعبه، لان الثانويه العامه سهله، كل بس يحط هدف قدامه هو هيوصل له، لازم يتعب، لان الثانويه العامه عباره عن انت تتعب عشان ربنا يجازيك ويكلل تعبك بالنجاح والتفوق باذن الله. ثانويه الكورونا هي من اول ازمه الكورونا، اول ما جت طبعا يعني وقفت كل حاجه، دروس خصوصيه وقفت، يعني انا كنت باخد في كل المواد الدروس طبعا، ما كناش بنروح المدرسه تمام، ف يعني اول ما جت الدروس بدات خلاص اعتمدنا على الاونلاين، نتواصل مع المدرسين مع مواقع التواصل كلها، نشاهد على اليوتيوب الفيديوهات بس. الاختلاف اللي احنا في الاول كنا بنعتمد على الدروس الخصوصيه والمدرسين، كان مدرس طبعا هو اللي كان المدرسين لهم دور، هم اللي بيحفزونا، في مراجعات، في امتحان، كان في على طول في امتحانات شهريه، فبتخلي الطالب ان هو يذاكر، فكان غير بعد كورونا قعدنا في البيت، كل شخص يعتمد على نفسه مش على المدرس والدروس تاني، فكان على اونلاين، فتختلف كتير. هو الوزير لما طمنا وقال هيبقى في احتياطات احترازيه، يبقى في تعقيم في البوابات الالكترونيه، كان في دور يعني هيبقى في مسافات بعيده بين الطلاب، هناخد الماسك، هناخد الهاند جيل، في يعني حاجات كانت مؤهله ان احنا نخش، دي طمنتنا كتير عن غير ان احنا هيبقى في كورونا وهنخرج. اهلنا كانوا خايفين علينا ان احنا هنخرج في ظل كورونا وظل الازمه اللي احنا فيها، اكيد ولادنا في خطر منهم ممكن يتصابوا، ممكن سنة تضيع عليهم بالكامل، ان هم مش هيوصلوا، ممكن يحصل حاجة. الحمد لله اللي الوزير طمنا، الحمد لله. انا كنت خايفة بجد لما اتصل عليا وقالوا لي النتيجة ظهرت، بصراحة اول ما سمعت النتيجة انا عيطت ان انا جبت 109 بصراحة، يعني انا كنت متوقعة التفوق والحمد لله، بس ما كنتش متوقعه ليا للدرجه دي ان انا هجيب 109، انا متاكده ان هوصل ان شاء الله لهدفي اللي هو اخش كليه الطب، بس ما كنتش متوقعه ان اجيب 109 واطلع الاولى على الشرقيه واحصل على المركز ده. بوجهها لبابا وماما واهلي كلهم، احب اقول لهم انتوا تعبتوا معايا طول السنه، كنتوا عامل نفسي قبل مادي، انتوا كنتوا مريحيني وموفرين ليا المناخ اللي انا اعرف اذاكر، مهيئ اني ان انا اخش امتحانات، مهيئ اني ان انا ان شاء الله اتفوق، والحمد لله وصلت اللي نفسي فيه. احب اشكره لانهم عملوا دور كبير جدا من اول امتحانات، من اول واحنا على البوابه او نخش البوابه الالكترونيه والتعقيم والماسكز والهانجل كل حاجه، اول ما دخلنا حتى ما وصلنا الباب اللجنه امتحنا والمدرسين بيراقبوا علينا ومراقبين كل الناس، يعني الكل كان معانا اللي هو احنا في ظهركم كل ثانيه كل لحظه احنا معاكم، محدش يخاف، كان الوزير بيطمنا دايما، بيرفع على المنصه ليها فيديوهات، كل حاجه يعني كان معانا، كل كان معانا. شكرا للرئيس السيسي ان هو كان داعم للوزير في ان هو يعمل امتحانات وفي ظل كورونا وموقفهاش وكان معايا في القرار. بشكره، احب اقول له حضرتك كمل الطريق ده اونلاين، ممكن يمشي ان شاء الله، بس الطلبه ياخدوا ان هم في النظام الجديد لازم ان هم اهم حاجه يفهموا، مش حفظ وتلقين زي ما اتعودوا، اللي هو انت خد قرار ان انا
اول السنه انا هبدا اللي هو بدل ما كنت انا متعود ان انا هحفظ، لا ابدا افهم دروسي كويس واحل كتير عشان ابقى كويس في المجال اللي انا فيه، ويحط هدف قدامه وقرار كويس اللي هو النظام الجديد ده. بصراحه يعني هيطلع اجيال كويسه كتير. ممكن تبقى مدرسيني برضو، لانهم كانوا يعني كانوا واثقين فيا بصراحه، يعني كانوا في ثقه. هي يعني كان في مدرس انا كنت في فتره تعبت ما عرفتش اذاكر كويس، انا فكلمته في الموضوع قلت له ان انا في اسبوع او 10 ايام ما ذاكرتهمش، قال لي انت تعبت من اول السنه وان شاء الله ربنا هيوفقك، يعني ما تحطيش في بالك الاسبوع ده انت تعبتي من اول السنه. كان في اخر السنه يعني كان في اخر شهر مراجعه، قال لي كلمته قال لي لا ما تحطيش في دماغك ان شاء الله ربنا هيوفقك. وما اتصل عليا بعد النتيجه قال لي مش انا قلت لك؟ بقول له من ده خير، وان ربنا مقسم ارزاقنا وكل واحد ليه نصيب في المجال اللي هو فيه رايح فيه ان شاء الله. يعني مثلا انت ممكن في من امتى تبقي دكتوره في مجالك، يعني مش شرط ان انا كنت ابقى في كليه قمه عشان خاطر ابقى حاجه كويسه، لا انت ممكن تبقي كويسه في مجالك اللي انت رحت فيه ان شاء الله. باي باي ثانوي عام. انا رحت الجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابو زيد محمد ابو زيد، والد الطالبه فاطمه ابو زيد محمد ابو زيد، من الصنفين من يلامح الشرقيه، الحاصله على 409 من 410 في الثانويه العامه بنسبه مئويه 99.8. فاطمه اول بنت عندي في ثانويه عامه، هي بنت واحده، هي عندي بنت وحيده، وهي يعني زي ما بنقول لها يا زهره، هي زهره البيت فعلا، وهي زهره الدنيا كلها، وهي الوحيده عندنا في الثانويه العامه، واخواتها اصغر منها. والحمد لله يعني هي كانت سنه بحلوها وبمرها الحمد لله عدت. فاطمه الحمد لله من وهي صغيره، من وهي في حضانه وانا بتكرم بسببها، يعني بتاخد شهادات تقدير وانا راح اتكرم، من وهي في حضانه ابتدائي اعدادي ثانوي بتتكرم بتطلع من الاوائل، وانا بتكرم يعني يمكن انا بتكرم معاها، انا بتكرم مع فاطمه، يعني يمكن انا اب قلب جامد شويه، وهي عارفه يعني هي يعني كانت قالت بطبيعه حياتي، يعني انا راجل عسكري وحياتي كلها عسكريه، فبطبيعه حياتها انا قلب جامد على اللي قدامي شويه، ويمكن واخدين مني جزء العسكري اللي هو في ايه؟ اللي هو في النظام والترتيب، واللي قدامه هدف يحققه، ويعني في صرامه شويه، يعني مفيش دلع، مفيش في كل حاجه لها وقتها. بس هي الثانويه العامه السنه دي كانت سنه صعبه علينا كلنا وعلى كل اولياء الامور، والله مش علينا لوحدنا، يعني بسبب جائحه كورونا اللي جت دي حاجه يعني جت ما كانتش على البال ولا على النيه. فيعني بس فاطمه استغلتها صح، استغلت الحظر ان هي كانت بتذاكر من 14 ل 16 ساعه في اليوم، ويمكن اكتر، مش يعني انا بقول 14 ساعه يمكن اكتر، استغلت عدم الخروج عدم الدروس في المذاكره، بقت تاخده في المذاكره حل نماذج. انا متابعها يعني انا متابعها بس متابعها من بعيد، مش عايز احسسها ان انا اضغط عليها او نضغط عليها، مامتها كانت اكتر مني في المتابعه، بس برضو يعني انا متابع من بعيد لبعيد وحاسس باللي هي تعبانه بيه، وهي تعبت واحنا تعبنا، والحمد لله ربنا كلل تعبنا بالخير، وشفناها اولى شرقيه ومركز على الجمهوريه الحمد لله. انا حضرتك عرضت عليها ان هي تاجل الامتحانات سنه، قلت لها يعني لو انت شايفه ده من باب الخوف، من باب انا يعني انا بقول لها، بس انا من جوايا عايزه تمتحن، بس من باب الخوف عليها بقول لها لو انت شايفه ان احنا ناجل الامتحانات سنه وتمتحن السنه الجايه مفيش مشكله. قالت لا انا همتحن، وانا من جوايا عايزها تمتحن، انا مش عايز اضيع سنه من عمرها، انا عايزها تخش الجامعه مع زمايلها ويمكن قبل زمايلها كمان، يعني قبل اللي في سنها. بس هي كورونا جت ضرر وافاده، الحمد لله احنا مفيش حد من العيله من عندنا اتصاب بكورونا ولا الحمد لله، يعني اللهم لا حسد يعني، مش بس احنا استغلينا فتره الحظر في المذاكره، عدم الخروج استغلنا في المذاكره، يعني ما بنخرجش نروح دروس يبقى نذاكر، لا ده حاجه ثانيه بقى ما تتكلمش عنها، عشان ده هي واحده، هي بنت واحده، وزي ما اقول لك انا كنت خايف اغلط في الكلام وما اقولش فاطمه، لان احنا كلنا في البيت بنندهلها بزهره، لان كنا عايزين نسميها فاطمه الزهراء ولغوا الاسامي المركبه، فاحنا بنندهلها زهره، فانا كنت خايف ان انا اقول زهره الناس يقولوا مين زهره، وكثير ما يعرفش اسم فاطمه الا بعد النتيجه والامتحان. فهي دي فعلا زهره البيت، وهي فاكهه البيت، وهي اللي طولت رقبتي، يعني انا قاعد قدام حضرتك بسببها، هو لو مش بسببها انا كنت جيت مكان زي كده او كنت قاعد قدام حضرتك؟ اللي انا شفته
اللي انا شفته واقدر اتكلم فيه ان انا بوجه شكري خاصه للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، لان اللي احنا شفناه من بوابات تعقيم لتطهير لتامين لمسافات بين طلاب لاداره العمليه التعليميه، كان هنا رئيس لجنه كان حازم جدا، وانا احب الراجل الحازم على فكره، يعني انا احب الراجل الحازم، فانا كنت شايفه حازم جدا فانا كنت مبسوط بيه. فانا بشكر الدكتور طارق شوقي على ادارته للازمه في وقت ازمه، يعني هو ادار ازمه ثانيه في وقت ازمه ثانيه، فالحمد لله بوجهه للشكر، والدوله تعاونت معانا كتير. وبعدين انا بشوف ناس يعني شايفه الحياه، يعني ناس معقده ودايما شايفه الحياه سود. انا لا بشوف الحياه ورد قوي ولا بشوفها سود قوي، الحياه جميله الحمد لله، حلو والنجاح حلو والدوله ساعدتنا، ما نقدرش ننكر ان الدوله ساعدتنا، لكل مجتهد نصيب، على قد ما هتجتهد هتلاقي، على قد ما تشتغل هتقبض، على قد ما هتعمل هتلاقي، تعمل وحش هتلاقي وحش، تعمل كويس هتلاقي كويس. انما النهارده ابص الاقي طالب زي ما قريت على النت ان طالبه حذفت نفسها في النيل، وانت ذاكرتي وما جبتش مجموع؟ المصحح ظلمك في التصحيح؟ لو ظلمك في التصحيح انت بتعملي تظلم، ليه توصلي نفسك لدرجه الانتحار؟ انت لو ذاكرتي كنت جبتي مجموع. لا احنا ما كناش مستنيين مكالمه الوزير، انا بقول لحضرتك ان انا كنت مأهل نفسي ل 95-96%، والله دخل الجامعه خاصه وصرفت عليها شويه بقى مش مشكله يبقى غصب عني، انما اما تجيلك بقى اما ربنا يكافئك من فوق مكافاه كبيره ما انت ما بتحلمش بيها اصلا، شوف انت احساسك وشعورك هيبقى ازاي. انت اما تكون مستني مثلا يعني حاجه بسيطه وربنا يبعت لك الكبيره قوي، شوف بقى انت بقى احساسك ايه. انا عامه طبيعتي ان انا ما بتعشمش في اكتر من حقي او في حاجه كبيره قوي، ليه؟ عشان المنول الكبيره احس بطعمها. وانا بوجه من خلالك تحيه وشكر لكل اهالي الصنفين من كبير لكبير، لان الصنفين ما فيهاش صغير، من كبير لكبير، كل اللي هناني وكل اللي اتصل بيا وكل اللي ما هنانيش وكل اللي ما اتصلش بيا بقول له شكرا، وشكرا لدعواتك لفاطمه، وان شاء الله فاطمه بنتكم وربنا يكرمها وتبقى تحت امركم كلكم. الرساله وجهها للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، اقول له يا دكتور احنا بنشكرك كل الشكر على المجهود اللي انت قمت بيه في اتمام عمليه الامتحانات في الثانويه العامه، لان انت حضرتك خضت حرب لا تقل ضراوه عن اي حرب تانية، يعني بره او جوه، لان النهارده انت كان في المتربصين مستنيين ان الثانويه ما تكملش، الثانويه تتاجل للسنه الجايه، الثانويه هتبقى ببحث. فالحمد لله احنا نشكرك كل الشكر على اتمام عمليه امتحانات الثانويه العامه. بنقول له بنشكرك يا ريس على كل المجهودات اللي بتتم في البلد، واحنا حاسين باللي انت بتعمله في البلد، والحمد لله ربنا يخليك لنا. ولادي ربنا يخليهم، ولدين معايا احمد ومحمد اصغر من فاطمه، ربنا يخليهم، وان شاء الله يعني هحاول ابذل كسرى جهدي يعني ان انا اخليهم يبقوا زي فاطمه، والله بقى انا هعمل اللي عليا والباقي عليهم، فربنا كاتب له حاجه هيشوفها. فالحمد لله يعني اللي اقدر اقوله ان انا بحبهم كلهم زي بعض. زهره حياه اللي قعدتني قدامه اقدر اقول لك ايه يعني، زهرة هي اللي قعدتني قدام، اقول لها ربنا يوفقك وربنا اللي جاي احلى ان شاء الله. كل اولياء الامور وفر لابنك يعني مش شرط ثانوي، يعني كل المراحل التعليميه مش شرط الثانوي، ما هو المتفوق في الابتدائي هو المتفوق في الاعدادي هو المتفوق في الثانوي، فابنك من صغره وفر له المجال اللي هو يذاكر، وفر له ان هو يجتهد، ما تأثرش معاه بحاجه، واحنا ما حدش فينا بيأثر مع حد من اولاده يعني الحمد لله. انا اسمي محمد سامي، انا ابن عمة الطالبه فاطمه ابو زيد محمد. فاطمه من صغرها من الطالبات اللي ما يتخافش عليهم، يعني هي من صغرها احنا عارفين، يعني انا يعني من 10 12 سنه وفاطمه في ابتدائي ثم اعدادي، انا كنت الحمد لله ربنا دايما بيجعلني سبب ان كل نتائج الشهادات انا اللي كنت بجيبها لها، يعني نتيجه الشهاده الابتدائيه كنت انا اللي جايبها لها وكانت المركز الاول برضو، والشهاده الاعداديه نفس الكلام بس كان ترتيبها في الاعدادي كان مش عارف الثاني او الثالث، وفي الثانويه العامه كنت انا برضو اللي جايب لها نتيجه الثانويه العامه. فاطمه من صغرها احنا عارفين ان واخده طريقها ومسارها وحاطه من عينيها وهي صغيره ان هي تبقى دكتوره،
او تدخل كليه الطب، وده قدرت تحققه. لاحظت نتيجه انا كنت جايبها لها من الكنترول فور، يعني لحظه الاعتماد كانت بتاخد وقت على ما تترفع على المواقع اللي بتترفع عليها. كان في حد انا صديقي قال لي فور الاعتماد انا هجيب لك النتيجه. بالفعل اول ما بعت لي كنت انا بديله مجموعه من الارقام، بعت لي الكشف فيه الارقام، فوالدها كان قاعد معايا، كنا قاعدين مع بعض. انا النتيجه بعتت لي على الواتس، قعدت افتح واقرا الاسماء واشوف الدرجات. وبعدين كنا بنتكلم في موضوع تاني خالص، فقلت له خال هو فاطمه جابت 409. قال لي 409 بجد؟ فين؟ ازاي؟ بجد بجد؟ وعينه دمعت. واتصلت انا بيها، انا اللي قلت لها المجموع، فما كانتش هي مستوعبه برضو ان اصلا النتيجه ظهرت، لسه بيقولوا بكره. وده لحظه اعلان النتيجه.